شكرا اخ محمد محاسن. بترد عليه استاذ يعني محمد شريف بوضح استاذ الصوره. محمد تفضل. محاسن انا بشكره بصراحه، نعم. يعني هو يحاول ايصال رسائل بطريقه واضحه. اولا يعني اتمنى انه نتعامل احنا مع الشعب الاردني والشعب العربي والشعوب الاسلاميه كافه بطريقه انه لم تعد مغفله. المجرم في الاقليم هو الجزار بشار الاسد اللي كان طبيب عيون. انا مش موضوع رجاء اسمع اسمع لا تسمي بالاسماء. اسمعني اسمعني جيدا، بمسح الارض فيك. لا لا بمسح الارض فيك. لا تشتم احد. لا تشتم احد. لا 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 لا